مشاهدينا متابعينا الكرام، متواصلين وياكم في تغطيتنا لدور الـ16 من بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود المدي 12. في هذه اللحظات استضيف مدرب فرقة الديدي ورئيس فرقة الديدي الأستاذ عبد الله الحربي. في البداية رحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. أهلا وسهلا، مرحب فيكم، شكرا على تقدمك لي يا حبيبي. في البداية حدثنا عن استعدادات فرقة الديدي التي ستلعب بعد هذا اللقاء مباشرة من أمام بلد الوليد، وأيضا حدثنا عن فرقة بلد الوليد التي هزمتك هناك في بطولة المفاجآت بنتيجة 2-1. الأمور عادية، أنت عارف في بداية الدوري العام فاز علينا 2-1، كانت المباراة يعني احنا ما كنا مستعدين للمباراة، وتعرف حصلت شوية أخطاء في الملعب واستغلوا وسجلوا هدفين 2-1، انتهت الحمد لله على ما هي عليه، ولكن احنا وصلنا مسيرتنا الى الكاس. نشكر الاستاذ عبد الله الحربي على هذا اللقاء، ونتمنى لفرقه الديدي التوفيق في هذه البطوله ولكل الفرق المشاركه. شكرا لك وشكرا لاخواننا الجميع، الله يعطيكم العافيه، اقول يعطيكم الصحه، بصراحه انتم تعتبروا فاكهه البطوله.